جولتنا الصحفية مشاهدينا لهذا اليوم خصصناها للأخبار المنوعة، والبداية من صحيفة النهار اللبنانية التي نطالع منها: هذا المنزل سيباع ب 150 ألف دولار، ما السبب؟ سيباع منزل مهجور في المناطق الريفية في فرنسا بنحو 150 ألف دولار أمريكي. المنزل هجره سكانه منذ نحو عقدين من الزمن لأسباب غامضة، لكنه ما زال في حالة جيدة، كما لم يتم التوصل إلى أي دليل أو معلومات عن مالكه. واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الرأي الكويتية صورة ضفدع تفوز بمسابقة أجمل المخلوقات الطبيعية. فازت صورة لضفدع التقطتها مصورة بريطانية بجائزة الأولى في مسابقة دولية للتصوير الفوتوغرافي التي شهدت مشاركة صور عديدة كانت الحيوانات محورها من الضفادع الغريبة إلى الثعالب القافزة. وحصلت المصورة ميشيل هاول على الجائزة الكبرى بصورتها التي أظهرت الضفدع الأرجنتيني المزخرف. صحيفة الاتحاد الإماراتية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: متجر يبيع خضرا وفواكه مزروعة على سطحه. جاء في تفاصيل الخبر: يبيع متجر كبير في مونتريال منذ يومين أنواعا من الفواكه والخضروات مزروعة على سطحه، وهي سابقة من نوعها في كندا. ويغطي البستان المقام على السطح مساحة تفوق 2300 متر مربع من متجر تابع لشبكة كبيرة للتوزيع في ضاحية مونتريال، وسيباع نحو 30 نوعا من الفاكهة والخضروات العضوية الحائزة تصاريح رسمية حتى الخريف، بينها أنواع من السلطة والفلفل والطماطم. إلى صحيفة الغد الأردنية مشاهدينا: وعروسان يرتديان ملابس فريق رياضي يشجعانه بدل ثياب الفرح. في مشهد غير مألوف اختار صحفي وصحفية تركيان خلال عقد قرانهما ارتداء قمصان لناد كروي يشجعانه بدلا من البدلة الرسمية وفستان العرس. وعقد الشابان قرانهما في مراسم حفل أقيمت بمركز الصحيفة التي يعملان فيها، وارتدى العريس خلال عقد القران بشكل رسمي قميص لنادي فنربهشتا التركي لكرة القدم يحمل اسم ورقم 7، كما ارتدت العروس قميصا للفريق ذاته وعليه اسمها والرقم 19. ختاما مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية: سلطنة عمان تكتشف قنفذا بحريا أثريا. أعلنت سلطنة عمان اكتشاف قنفذ بحري أثري يعود لأحد عصور الحياة القديمة التي مرت عليها ملايين السنين. الاكتشاف عبارة عن بقايا حيوان محفوظة في الصخور لقنفذ بحري يرجح أنه من العصور من العصر الأردوفيشي، وهو أحد عصور الحياة القديمة.